السلام عليكم اخواني اخواتي، مرحبا بكم من جديد في قناة مع رزان. نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وتكون احوالكم طيبة وتكونوا على خير. مرحبا بكم في يوم جديد مع وصفة جديدة ومع رزان، دائما في اطار سلسلة تحضير التغذية الصحية لجميع افراد الاسرة، وكذلك الشربات وبعض انواع من الحساء اللي غادي نحاول نقدم لكم ان شاء الله. اليوم اختاريت انني نشارككم شوربة الحريرة المغربية اللي كنمتازو بها نحن المغاربة، شوربة لذيذة يعني كيبغيها الكبير والصغير، لذيذة وصحية كذلك، غير هو طريقتي انا الخاصة، يعني ما كتاخدش مني وقت كبير في التحضير، تقريبا 35 دقيقة حتى 40 دقيقة كتكون واجدة معنا الشوربة، صحية وخفيفة وكاين سر من الاسرار اللي غادي نغير شوية على الطريقة اللي كيحضروا بها الامهات ديالنا الحريرة ديالنا المغربية. بالنسبة للمكونات اللي غادي نحتاجو في تحضير هاد الشوربة، غادي نحتاجو الطماطم، ها هي وجدتها انا من قبل، تقريبا على حسب كيلو كيلو ونص على حسب افراد عدد الافراد ديال الاسرة اللي غادي ياخدو هاد الشوربة. غادي نحتاجو كذلك الحمص، غادي نحتاجو العدس، غادي نحتاجو القزبور والكرافس مقطعين رقاق، غادي نحتاجو البصلة مشلدة رقيقة ولا محكوكة في الحكاكة رقيقة، غادي نحتاجو المركز الطماطم وكذلك طريفات ديال اللحم، وغادي نحتاجو البطاطس. هذا هو السر ديالي في تحضير الشوربه، ما كندورهاش بالدقيق الابيض ابدا، كندورها اما بالجزر والبطاطس ولا القرع الاخضر، كتجي رائعه ولذيذه. كل مره كندير نوع من الخضر الوليدات بهذه الطريقه كيكونوا استفدوا مزيان وخذوا الخضره في الشوربه اللي هي كتكون صحيه 100%. واليوم بغيت او سعيت باش نشارككم طريقه تحضير الحريره بالبطاطا اللي كنسلقوها بالقشر ديالها، شويه ديال الملحه وكنخليوها حتى الاخر، هي باش كندوروا الحريره ديالنا. وغادي نحتاجو كذلك المنسمات العاديه اللي كنستعملو دائما في تحضير الحريره ديالنا، الكركم او الخرقوم البلدي، وكذلك سكنجبير او الزنجبيل، والفلفل الاسود او الابزار. وهادو هما المكونات اللي غادي نحتاجو في الطريقه. خليكم معايا اخواني اخواتي باش ناخذ الطنجره ديالي ونبدا تحضير الشوربه. احبائي، خديت الطنجره ديال الضغط ديالي ودرت فيها الطريفات ديال اللحم اللي عندنا، وضفت عليهم البصله محكوكه ومشلده ولا مشلده اللي على حسب كل واحد كيفاش كيبغي يوجدها، ضفت كذلك الكركم، ضفت الخرقوم البلدي، ضفت سكينجبير، وضفت كذلك الملح وجوج معالق كبار من الزيت الروميه، وكذلك سكينجبير، وخليتهم يتقلوا مزيان. بعض الاخوات كيضيفوا كل شيء يعني كمرحله، كيضيفوا جميع المكونات صافي كيجمعوهم وكيسدوا عليها. لا، من الاحسن ناخذوا مرحله بمرحله باش تكون معنا لذيذه وتكون كذلك الشوربه يعني واخده حقها. خليكم معايا. ومن بعد ما تقلات مزيان هذوك القطع من اللحم تقلوا مزيان، ضفت القزبر والكرافس، وكذلك مع التحريك غادي نبقاو نحركو مزيان ونخليو هذوك القطع من اللحم يطيبو مزيان. ومن بعد ما كتقلى معنا مزيان هذوك طريفات ديال اللحم، كنضيفو العدس، كنضيفو الحمص، وكنضيفو الطماطم اللي وجدنا من قبل، وغادي نسدو عليها تقريبا واحد نصف ساعه. خليكم معايا حتى تشوفوا المرحله القادمه. وهي الحريره ديالنا، من بعد ما دازت تقريبا 35 دقيقه حليت عليها، لقيت الحمص طاب وكذلك طريفات ديال اللحم طابوا، صافي غير القطع ديال اللحم تاكدوا من انها طابت والحمص يكون طاب مزيان. هاي الحريره معنا واجده. دابا غادي ناخذ البطاطا غادي نضربها مزيان في الميكسور باش ما تبقاش هذيك الحبيبات، واللي بغى يعني كاضافه اللي بغى يضيف عليها معلقه كبيره من النشا فقط، ما تضيفوش الدقيق الابيض، معلقه كبيره من النشا، كتخلطوها مع البطاطا المسلوقه وكتضربوها مزيان في الميكسور، وهي اللي غادي نعقدوا بها ولا غادي ندوروا بها الحريره ديالنا. وخليكم معايا. ومن بعد ما ضفت ليها هذيك البطاطا اللي سلقت وضربتها مزيان في الميكسور، وكيف ما قلت لكم تقدروا تزيدوا معلقه كبيره من النشا فقط اختياري، وكتبقاو تحركوا يعني شويه حتى كطيب مزيان، يعني واحد المده تقريبا ديال 10 دقائق حتى كطلع الغليه كتبان هذيك واحد الكشكوشه تقريبا من هذا، كنعرفوا بان الشوربه ديالنا طابت ووجدات. وريت ما طيب
معنا غادي نحضروا مجموعين يعني دي بغوشات ولا القطبان ديال لادن كيجيو زوين، غادي نحضروهم كاكله مرافقه لهذه الشوربه. وهادو هما لي بغوشات ديالنا، ها هما وجدتهم كيجيو هما زوينين يعني كاكله او وجبه مرافقه للشوربه ديالنا. خديت لادن وقطعته ودرت ليه واحد رقدته واحد تقريبا 3 ساعات فشويه القزبر والمعدنوس، شويه ديال نصف معلقه من زيت، عفوا معلقه كبيره من زيت الزيتون، شويه الابزار على حسب الذوق، الملح كذلك معلقه كبيره من الموطارد، وخلطت مزيان هاد العناصر ورقدت فيهم او شرملت فيهم هاد المكونات ديال لي بروشيت، ومن بعد ضفتهم ورافقتهم مع هاد الفليفله الحلوه اللي حتى هي مفيده وكتجي زوينه مع لي بروشيت ديال لادان، الفلفله الحلوه والخضراء والحمراء. وغادي نوجدهم دابا، ريتما توجد لينا الشوربه ديالنا، وخليكم معايا تشوفوا اخر يعني مرحله وطريقه التقديم. وهذه هي المائده ديالنا وجدات اخيرا، ها هي الشوربه ديالنا كيف ما كتشوفوا، الشوربه الحريره المغربيه اللي كنمتازوا بها حنايا المغاربه. بصراحه الكل كيبغيها الصغير والكبير، مفيده وصحيه. الطريقه اللي قدمتها لكم اليوم اخواتي اخواني طريقه يعني باش كتخلي هذيك الشوربه خفيفه وما كتثقلش علينا بطبيعه الحال، نقدروا نشربوها يعني تقريبا جوج المرات في الاسبوع، ما كتشكلش شي مشكل علينا. الا دورناها وتقلناها بالدقيق الابيض كتقدر تسبب لنا مشاكل على مستوى الامعاء على مستوى الجهاز الهضمي، ولكن الطريقه اللي كنحضرها بها بالخضر يعني كنحاول نتقلها ولا ندورها بالخضر، اما البطاطس اما بطبيعه الحال كتكون مسلوقه من قبل، اما الجزر اما القرع الاخضر، كنحاولوا ناخذوا نوع من هذا الخضر وكنسلقوها مع شويه الماء، كنخليوها بطبيعه الحال بالقشر ديالها البطاطا وحتى الجزر ولا القرع، وكنسلقوها مع شويه ديال الملحه، ومن بعد نخدموها مزيان بالميكسور ملي كنبغيو ندوروها باش ما تبقاش هذيك الحبيبات، وبطبيعه الحال كتجي لذيذه وصحيه 100%. ولا لاحظتوا انا ما كنضيفش ليها يعني بعض الاضافات بحال مثلا الضامة ديال البنة كنور، يعني انا ما كنديرهمش، كنحاول انني نحضر هذه الشوربه صحيه 100% بالمنتوجات اللي عندنا في البيت ديالنا، تكون صحيه ما كنديرش عليها اضافات او يعني شي مكونات اللي تقدر تضر بالوليدات ديالنا. شوربه صحيه 100%، ونتمنى ان شاء الله انكم تحضروها بهذه الطريقه، كتجي خفيفه، ها انتم شفتوا كي كتجي خفيفه وما كتاخذش وقت كبير. بعض النساء المغربيات ملي كيبغيو يوجدوا الشوربه ديال الحريره كتاخذ يعني واحد المجهود كبير وكتاخذ واحد الوقت كبير، يعني كياخذوا بزاف المراحل، مجهود كبير ما كيلاش ناخذوا هذيك المراحل، يعني نحاولوا نجهزوها بطريقه خفيفه وبطريقه سريعه، تقريبا 35 دقيقه حتى 40 دقيقه كتوجد معايا، يعني ما كتحتاجش مجهود كبير، ما كتحتاجش وقت كبير. وكانت هذه هي الشوربه ديالنا، ورافقتها بطبيعه الحال بالبيض، الوليدات كيبغيو البيض البلدي بطبيعه الحال صحي كذلك، باش كنكملوا هاد العشاء ديالنا. وكذلك رافقتها بخبيزات ديال لو بان كومبلي ولا القمح ولا الزرع، ها هما كيجيو بحال هكا حتى هما زوينين، وكذلك ما فيه نهائيا ما كندخلش فيه الدقيق الابيض، حتى هذا ما كيدخلش فيه الدقيق الابيض، وكنزينو من الفوق باضافات، اما كندير الحبه السوداء اما كندير النافع اما الزنجلان ولا الكمون البلدي اللي كان متوفر عندي كنديرو، كيجي في الصراحه زوينين، كياخذوهم الوليدات حتى في المدرسه ديالهم، وهكذا كيجيو صغار وزوينين وصحيين ما فيهمش نهائيا الدقيق الابيض، كنجهزهم فقط بدقيق القمح او الزرع، وكنديرهم كذلك بالخميره البلديه. ان شاء الله في الفيديوهات القادمه غادي نحاول نشارككم طريقه تحضير الخميره البلديه اللي كتجي زوينه وصحيه كذلك ومفيده، ما كتشكلش شي خطر على الصحه ديالنا، لانه الخميره الاخرى راكم كتعرفوا ان فيها مواد كيماويه اللي مضره
بصحه الجسم ديالنا، نحاولوا دائما نبحثوا على المواد اللي كناخذوها والتغذيه اللي كن الاول الاضافات اللي كنضيفوها في التغذيه ديالنا، دائما نحاولوا نجهزوها بيدينا، نجهزوها في الدار بما ان كاين البديل، وطبيعه الحال البديل اللي هو صحي ومفيد للصحه ديالنا هو اللي غادي نستعملوه. الخميره البلديه كانوا كيستعملوها الاباء ديالنا والجدات ديالنا منذ القديم، صحيه وسهله في التحضير، غير هي كتبغي شويه ديال التركيز يعني باش ما نخلطوش معها الخميره الاخرى باش كتبقى معنا مده طويله. وان شاء الله غادي نحاول نشارك معكم طريقه ديال التحضير ديالها ان شاء الله في الفيديوهات القادمه. وكذلك حاولت نجهز هاد لي بروشيت، صراحه هما كيجيو زوينين وما كياخذوش كذلك وقت كبير، هانتوما كي كتشوفوا كيجيو رطبين وزوينين، ورافقتهم كذلك بالفلفل الاخضر وبالفلفل الاحمر وبالبصيله، بصيلات صغار، ودرت لهم واحد لا مارينات تقريبا ديال ساعتين ثلاثه الساعات باش كيجيو منسمين وكيجيو فتيين. وهذه هي الوجبه ديال العشاء اللي تقدروا تحضروها للوليدات ديالكم، وتثمر طبيعه الحال لجميع الاسر المغربيه، الموائد ديالهم ما كيخطاهاش التمر اللي هو مفيد كذلك للصحه ديالنا لوليداتنا. وكانت هذه هي الوصفه اللي شاركتكم اليوم، وان شاء الله انتظروا مني شربات ووصفات اخرى اللي هي مفيده دائما ومفيده وتحت شعار صحتنا وصحه وليداتنا، وانتظروا مني الوصفات الى فرصه قادمه ان شاء الله. وكانت هذه هي الوصفه ديالنا ديال اليوم، وشكرا لكم دائما، كنشكركم على تعليقكم، كنشكركم على متابعتكم المستمره للقناه، وكنشكركم على الدعم، وكنشكركم كذلك على متابعتكم ليا، والى اللقاء في فرصه قادمه.